قصاي ممتاز، 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 قصاي أساعد الأنتي تباتي بالصف كل المواد يعني بعملها بيدها إياه، يعني تطلب مني الشغلة بروح بعملها إياه، يعني إذا بدها إياه أروح أجيب الخطة من الإدارة بجيب لها إياه، خطة الفصلية الشهرية يعني كل إشي بجيب لها إياه يعني. باب باب بوم بوم لا هذا حرف الباء. بستان برافو زعفورة حامد. مستقبلا اني اصير انتي هيك على طول بالصف، امسك الاولاد لحال اعملهم انشطه اعطيهم تعزيز زي شوكولاته بالونه هيك اشي يعني عشان يفرحوا ويجاوبوا على اي سؤال. بو فيصل بو واو بو بو برافو عينة صحيح. هبة طالبة متميزة أو يعني من الحالات النادرة تعتبر. سبب وصولها لهذه المرحلة أو هذه الحالة بصراحة أنه هي طالبة أول قدراتها العقلية مناسبة، قدراتها الجسمية كذلك مناسبة، أتت مبكرا في سن مبكرة للجمعية في كان عمرها حوالي 4 أو 5 سنوات، تلقت جميع الخدمات التي تحتاج طفل متلازمة داون لكي يتأهل ويصبح كما أصبحت الآن هبة في برامج متعددة، برنامج رياض الأطفال، مدرسة التربية الخاصة، التأهيل ما قبل المهني والمهني، ثم التدريب لتصبح مساعدة مدرسة، ثم الآن أصبحت يعني كما رأيتم تقود الفصل كمدرسة متفرغة للفصل الدراسي. طبعا كذلك هذا الشيء لم يأتي من فراغ، مجهود المؤسسة والعاملين فيها بالإضافة لمجهود الأسرة كذلك. فإحنا بنتمنى من جميع أولياء أمور متلازمة داون أنهم يحذوا حذو أهل الهبة لمساعدتنا حتى يصبح العديد، ليكون عندنا الحالات العديدة على غرار الطالبة هبة الشرف أو المعلمة هبة الشرف. Ha ha ha.